هذين كلهم شواهد يستند إليها أهل السنة لإثبات أن النبي صلى الله عليه وآله أولا يجتهد، وثانيا قد ماذا ها يخطئ في اجتهاده، وثالثا ماذا ها الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل له؟ ينبهه على ذلك، ولكن ترك له مساحة للاجتهاد. أنتم تصورون هذين يعني الموارد الثلاثة قرأتهم ممن؟ زين، مو من كتاب سنة، هذا قرأته من كتاب ها شيعي. زين، اقول لك مباشرة بابا هذا صاير سني. لا، رأي المسألة نظري. شيخ آصف محسن مولانا في مشروعات البحار مولانا المجلد الأول صفحة 311 يقول: نعم، يظهر من القرآن أن الله سبحانه أرشد نبيه في جملة من موارد تدبير الناس إلى أحسن الوجوه، ما يقول أخطاء وكذا حتى أنه يخفف شوية ها من غلواء هاي المسألة. يعني العمل الذي قام به كان حسن، وقال لا كان ينبغي يسوي شنو؟ مع أنه موجه ما كان حسن مولانا. دي يقول عفى الله عنك.